الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، كنا اتكلمنا في الحلقات السابقه على السر الاخطر اللي انا قلت لكم في الحلقه الثانيه والثالثه ان هو السر اخطر على الاطلاق في اسرار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم التي اهلتهم لنيل المنزله الساميه عند الله ولسياده العالم من بعد ذلك، وهو سرعة استجابتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قوة انقيادهم لأمر الله سبحانه وتعالى وخضوعهم لأمر الله سبحانه وتعالى. ده في باب الأمر، يعني الكلام اللي احنا قلناه كان في باب افعل ولا تفعل، الأمر والنهي. في سر تاني متفرع من السر الأولاني، وهو احنا قلنا اتكلمنا التسليم، في التسليم للخبر. ما معنى التسليم للخبر؟ الأولاني ده كان اسمه التسليم للأمر، الثاني اسمه تسليمك للخبر. يعني ايه تسليمي للخبر؟ تسليمي للخبر هو استسلام الصحابة لتصديق اي شيء بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام او اي شيء ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، بدون الخوض في ازاي وفين واقنعني والجو بتاعنا دوت. اللي عايز اقوله ان في اخبار جاءت من عند الله سبحانه وتعالى او اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام هي ابتلاء. ليه ابتلاء؟ لأن العقل يصعب عليه أن يتصورها، هي مش مستحيلة في قدرة الله تعالى، لكن في عقل الإنسان هناك صعوبة في تصورها. وهنا يأتي المحنة، لأن مش فيش مشكلة أن أنا أقول لك مثلا إن دي شمس أو ده قمر، أنت شايفهم أو مستوعبهم، لكن المشكلة أن أنا أقول لك أن القبر اللي أنت شايفه قدامك دوت ما فيهوش حاجة، دوت في حاجة اسمها عذاب قبر وفي حاجة اسمها نعيم قبر، وأن أنت المفروض تصدق، ان انت المفروض تصدق ان في ملائكه وفي جن وفي كذا وكذا من الامور الغيبيه اللي ممكن عقلك مش قادر يستوعبها. هنا تاتي المحنه. المحنه دي ما كانتش عند الصحابه خالص، يعني دي الفكره اللي انا عايز اوصلها، ان الصحابه رضي الله عنهم كان سهل جدا يتجاوز الموضوع دوت، سهل جدا ان هو يسلم ويصدق. تعلمون انتم ابو بكر الصديق كان هناك فرصه للمشركين سانحه جدا ان هم يهدموا إيمان أبو بكر الصديق. قالوا تمام، لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع من رحلة الإسراء والمعراج حكى للمشركين إن حصل كده كده، رحت بيت المقدس ورجعت وطلعت ونزلت كلها في ليلة واحدة. فقالوا حلو، فرصة أول واحد هنروح له أبو بكر الصديق علشان هنهز إيمانه بالخبر العجيب اللي مش ممكن أبو بكر الصديق يصدقه، لأنه خبر غير معقول غير متصور، صعب جدا في زمن زي دوت يحصل حاجة زي كده. راح أبو بكر الصديق قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به أو عرج أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد في ليلة واحدة. أبو بكر الصديق بكل أريحية بكل بساطة بكل سهولة قال إن كان قال فقد صدق. بس بكل بساطة هو قال يبقى صدق، أنا عنديش مشكلة في الموضوع ده. قال إني أصدقه فيما هو أصعب من ذلك أو فيما هو أغرب من ذلك، أصدقه في أن خبر السماء يأتيه في لحظة واحدة. يعني ايه خبر السماء؟ يعني جبريل عليه السلام انت بتقوله راح البيت المقدس ورجع في ليله، ده انا بصدق ان جبريل بينزل من عند الله الى الارض في لحظه، ما صدقش ان هو يروح بيت المقدس ويرجع في ليله واحده، ده ايسر على الله سبحانه وتعالى. بس ان كان قال، فلما اتاكد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده صدق ابو بكر من يومها سمي الصديق رضي الله عنه وارضاه. خبر عجيب تاني، الصحابة لو انت مكانهم مش هتستوعبه، بل انت لغاية دلوقتي ممكن تستوعبوش، لما النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن الدجال. تمام، الدجال بقى فتنة الدجال وهينزل ويعمل كذا وكذا، في وسط الكلام كان النبي عليه الصلاة والسلام حكى او قال الدجال هيمكث في الارض قد ايه، يعني الدجال هيقعد في الارض قد ايه، هيقعد في الارض قال 40 يوما. تمام، يمكث فيكم 40 يوما. بعد كده قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. طيب انت طبعا انت سمعت الخبر دوت، اول حاجات في دماغك دلوقتي هو يعني ايه يوم كسنة وازاي؟ يعني هل الارض هتفضل تلف حوالين نفسها سنة، ولا الشمس اللي هيحصل حاجة، ايه اللي هيحصل في الكون؟ طب وبالنسبة لسير الحياة الكونية العظيمة وبالنسبة لقوانين الفيزياء انت دماغك راحت في حتة ايه تانية خالص، انت عايز حد يحسبها لك بالورقه والقلم عشان تصدق. انت ما كفكش ان النبي عليه الصلاه والسلام قال، علشان كده ده الفرق بيننا من الصحابه. الصحابه تجاوزوا النقطه دي كلها اصلا،
ما سألوش فين وازاي وليه، رغم ان الخبر ده عليهم اصعب منه عليك، لان هم اكيد يعني المسألة العلمية عندهم مش واضحة زي عندنا دلوقتي من باب الفلك والكلام دوت. بس الصحابة قدروا باستسلامهم لتصديق النبي عليه الصلاة والسلام يتجاوزوا النقطة دي بالكامل، وما يسألوش ازاي هيحصل كده، بل كان سؤالهم سؤال عملي جدا. قال يا رسول الله اليوم الذي كسنا كيف نصلي فيه؟ بس يعني ما قالوش اليوم الذي كسنا ازاي هيبقى كسنا، وانما قالوا اليوم الذي كسنا كيف نصلي فيه؟ قال اقدروا له قدره، يعني كل 24 ساعه تصلي 5 صلوات زي ما كنتوا بتصلوا، وزعوها بنفس الفروقات اللي بين الصلوات، بحيث ان انتوا تبقى صليت كل 24 ساعه 5 صلوات كانك في وقتها. ازاي هو تجاوز ببساطه الامر ده؟ لانه مصدق النبي عليه الصلاه والسلام. سؤال الصحابي في ذهنه دلوقتي، النبي هو اللي قال؟ يبقى صدق الكلام اللي هو بيقوله دوت في قدره الله. يبقى ايه المانع ان احنا نصدقه؟ تمام. بل كان في صحابي تردد لحظه كده في التصديق وفرقت معاه كتير. ابو رافع صحابي جليل، النبي عليه الصلاه والسلام قاعد معاه وفي قدر وحاطين فيه شاه معزه فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب الذراع اللي هو الايه الرجل المقدمه في المقدمه بتاعه الايه الشاه، فقال يا ابا رافع ناولني الذراع، فناوله الايه الذراع فنهس منه عليه الصلاه والسلام. بعد ما كان منه شويه قال يا ابا رافع ناولني الذراع، فناوله الذراع الثاني. بعد شويه قال يا ابا رافع هدي المحنه بقى ناولني الذراع. قال يا رسول الله ان للشاة ذراعان، يعني انا جبت 2 مفيش تالت. قال ان للشاة ذراعان. قال يا ابا رافع لو سكت فكنت مديت ايدك وقعدت ساكت، لو سكت لناولتني ذراع بعد ذراع. ربنا النبي عليه الصلاه والسلام انت صدقني لما اقول لك مد ايدك وهات، هل ده في قدره الله؟ في قدره الله، ما تتكلمش، مد ايدك وصدقني على طول. احنا عايزين نستسلم ونصدق اخبار النبي عليه الصلاه والسلام. الشباب دلوقتي فاكر ان هو من العقلانيه ان انا بقى ايه كل ما يجي لي خبر من الله او من النبي عليه الصلاه والسلام اقول اقنعني، ويعتقد ان هو كده بيحترم عقله. لا، انت لا تحترم عقلك. ليه؟ لان انت السؤال هل ثبت عندك ان الله حق؟ تقول نعم. هل ثبت عندك ان النبي عليه الصلاه والسلام صادق مصدق؟ هل هو نبي عند الله؟ تقول نعم. اذا هل الانبياء يكذبون؟ لا. هل الله سبحانه وتعالى يكذب؟ لا، قطعا لا. اذا يكفيك الخبر، يعني سواء انا اقنعتك او ما اقنعتكش، العقل يقول ان انا يكفيني الخبر، لان انا بالنسبه لي المصدر مصدق، فلو قال حاجه وانا متاكد ان هي في قدرته كمان بالتالي ينتهي عند الامر ويجب ان اصدق، سواء بقى عذاب قبر، نعيم قبر، جنه، صراط، ميزان، حساب، كل ده سهل ان انا اصدقه. عقلي مش قادر يستوعبه بشكل كامل، لكن تصديقي يكفيني، واعلم ان الله على كل شيء قدير. فهذا سر جديد من اسرار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم ورحمه الله. ما سر اصحاب النبي وفضلهم؟ سبقوا العباد إلى الفضائل كلهم. ما سر أصحاب النبي وفضلهم؟ سبقوا العباد إلى الفضائل كلهم. ملكوا الفؤاد وقد ترسخ حبهم بين الحنايا، والرسول نبيهم. ما سر أصحاب النبي وفضلهم؟